أكد معالي وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ودعم سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء تولي اهتماما بالغا لتنفيذ كل البرامج والخطط الهادفة لرفع المستوى المعيشي والتنموي لمواطنيها والمقيمين على أرضها. وقال معالي وزير الخارجية في كلمة مملكة البحرين التي ألقاها في الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك إن البحرين تحرص دوما على المساهمة في صياغة مستقبل أكثر ازدهارا لشعوب دول العالم، وتدرك تماما أهمية التحالفات لضمان الأمن الإقليمي والتصدي بحزم للتحديات والمخاطر التي تمس استقرار الدول وتنميتها ورخاء شعوبها، خاصة في منطقة الخليج العربي التي تعتبر ركنا أساسيا في منطقة الشرق الأوسط والعالم. إن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه ودعم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله تولي اهتماما بالغا لتنفيذ كل البرامج والخطط الهادفة لرفع المستوى المعيشي والتنموي لمواطنيها والمقيمين على أرضها ومواكبة الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بخطى متقدمة لينعم الجميع بالعيش الكريم والحياة الآمنة. فمملكة البحرين تصنف ضمن فئة الدول المتقدمة جداً في التنمية البشرية، كما أنها نجحت في الحد من آثار التحديات الاقتصادية بفضل جهود التنويع الاقتصادي وسياساتها المالية والنقدية وجذب الاستثمارات، وهو ما انعكس إيجاباً على الاقتصاد البحريني الذي يصنف حالياً ووفق صندوق النقد الدولي نفسه بأنه من الأسرع نمواً في المنطقة، وسيكون الاكتشاف أكبر مكمن للنفط والغاز الطبيعي منذ بدء إنتاجهما في مملكة البحرين عام 1932 داعماً كبيراً لمستقبل الاقتصاد البحريني بمشيئة الله تعالى.